علوم والسؤال هو ما هي المتلازمة التي يتطور فيها تحالف نفسي لدى الرهائن مع خاطفيهم؟ في فور فندتا، جون كيو الجميلة والوحش، يبقى ناس بتخطف وبعد كده المخطوفين يتعاطفوا معاهم. متلازمة ايه؟ ما فيش إجابة خلاص. يا ترى في إجابة عند جامعة الأزهر؟ مش هتخسر حاجة يا إيمان، ما فيش خسارة. إجابتك ممكن نقول emotional syndrome، حاجة زي كده. إيمان، إجابة خاطئة. أربع اختيارات، يا زائد 10 يا ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة. كاليبتو، داون، ستوكهولم، تيرنر. مين هياخد الريسك؟ طبعا متلازمة ستوكهولم. النتيجة في نهاية الفقرة 70 جامعة دمنهور ناقص 5 جامعة الأزهر.